والصلبة، تجد الحكومة أنها فعلا تسعى إلى حلول جذرية لحل المشكلات الاقتصادية اليوم لدى المواطنين؟ يعني بداية أن يقوم المسؤولين ومن بينهم رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة وغيرهم من الوزراء من الصف الأول ينزلوا على الميدان ويلتقوا بالناس، هاي سنة حميدة ونأمل أن تستمر. قصة أنه الحكومة عندها حلول، حتى الآن احنا سمعنا نوايا عن حلول، يعني بيان وزاري لمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء، تصريحات بعض الوزراء، اعترافهم بانه النظام الضريبي في الاردن نظام غير عادل، اعترافهم بانه الضرائب الخاصه على المشتقات النفطيه غير عادله مرتفعه الى اخره. سمعنا بعض النوايا المتعلقه. حضرتك شاركت في الحوارات اللي اجراها الدكتور رجاء العاشر؟ بالتاكيد كممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز دراسات احنا شاركنا بالحوارات اللي تمت، آخر حوار حقيقة كان معنا. ولكن عودة على سؤالك الرئيسي، احنا هناك في اتجاهات للحكومة حقيقة، ولكن لسه الوقت، الحكومة لها الآن 70 يوم، يعني إذا ما خانتني الذاكرة، بحاجة ننتظر أكثر، بحاجة حقيقة للإفصاح عن ملامح السياسات. سمعنا في بعض اللقاءات أنه رئيس الوزراء بيربط بعض الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات الصناعية والزراعية بقدرتها على تشغيل أيدي عاملة أردنية، كويس ممتاز، بس هل هذا الحكي سيستمر؟ هل ستقوم الحكومة بتنفيذه في المستقبل؟ اللي ننتظر، وأنا أطالب الحكومة حقيقة الإسراع، لأنه لمتى المواطنين سيبقوا ينتظرون أنه والله ستحل المشكلات، ستحل المشكلات. هذه سياسة متبعة من 30 عام، أكثر من 30 عام، بحاجة حقيقة لننتظر. نحن يعني متعودين أردنيين، علينا أن ننتظر، ولكن لمتى سننتظر؟ لكن أستاذ الكريم، اليوم نرى أن السياسات الاقتصادية بدأت تؤثر فعلا على تدني القدرة الشرائية، على حال المواطنين. يعني برأيك ماذا على حكومة الرزاز اليوم فعله حقيقي، يعني بالطريقة هي التسارعية؟ يعني الواقع الذي يعيشه المواطنين، غالبية المواطنين الأردنيين، هو نتاج لسياسات حقيقة كانت مدروسة منذ بدأنا في عام 89 ننسق سياساتنا الاقتصادية بمختلف أنواعها، المالية والنقدية، وأيضا مع منظمة التجارة العالمية وكانت قبلها الجات، في إطار اتفاقياتنا وتنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية أصبحت ملامح السياسة الاقتصادية في الأردن معروفة. هنا هاي سياسات ليبرالية وبعضها نيو ليبرالية، وبالتالي هذه لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية على الناس، ولا طالما احنا وغيرنا تحدثنا يجب أن ننظر إلى الآثار الاجتماعية لهذه السياسات، وعلى وجه الخصوص السياسات المالية. بمعنى آخر نتحدث عن السياسات الضريبية، السياسات الضريبية في الأردن حقيقة هي التي أضرت بشكل كبير في قدرات الناس، في قدراتهم الشرائية. عندما تعترف الحكومة بأنه 74% من الإيرادات الضريبية الحكومية تأتي من الضرائب غير المباشرة، ضريبة العامة على المبيعات والجمارك والضرائب الخاصة، و 26% بتأتينا من ضرائب الدخل. احنا واضح يعني كل المدارس الاقتصادية في العالم بما فيها الليبرالية بتتحدث انه الضرائب غير المباشرة هي ضرائب غير عادلة، والضريبة العادلة هي ضريبة الدخل، لأنها ذات طابع تصاعدي اللي بتأخذ بالاعتبار قدرات الشركات والأفراد على الدفع، بينما الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والضرائب والرسوم الجمركية اللي هي كلها تسلة هي ضرائب غير مباشرة، حقيقة لا تأخذ بعين الاعتبار قدرات الناس، بدفعها